بكم إلى آخر مستجدات القارة على قناة الحدث الإفريقي. تم تسليط الضوء على مكانة إفريقيا المتنامية كرائدة عالمية في التحول الرقمي خلال اليوم الأول من معرض جيتكس إفريقيا، الذي يجمع قادة تكنولوجيا من القارة والعالم للتعاون والالتزام بتسريع فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا. وقال المنظمون في بيان أن معرض جيتكس إفريقيا المقام على مساحة 45 ألف متر مربع استقبل في يومه الأول آلاف المشاركين ووزراء ومسؤولين في القطاع الخاص الذين أتيحت لهم فرصة الاحتفال بالإنجازات الجماعية والدفع بطموحات القارة المصممة على النهوض باقتصاد الابتكار المقاولتي. يرجح خفر السواحل أن يكون الطفل كاميرونياً، إن تم إنقاذ أكثر من 200 مهاجر من هذا البلد قبالة صفاقس في اليومين الأخيرين بعد غرق قواربهم. انتشل خفر السواحل التونسيون الجمعة جثة لطفل قبالة السواحل الشرقية للبلاد إثر غرق مركب مهاجرين. نشرت السلطات السنغالية قوات المسلحة في داكار الجمعة غدا مقتل 9 أشخاص في أعمال عنف اندلعت على إثر الحكم بالسجن على المعارض عثمان سونكو المرشح للانتخابات الرئاسية في 2024، وأصبح مهددا بفقدان الأهلية أكثر من أي وقت مضى. وقال وزير الداخلية أنتوان ديومي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الوطني ليلة الخميس: لاحظنا بأسف أعمال العنف التي أدت إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة. وأضاف: لسوء الحظ سقط 9 قتلى في داكار وزيكينشور في جنوب البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا على وفاء المتابعة، إلى اللقاء.